طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي، وهنتكلم كتير النهارده. عندنا الفقره الثانيه هنتكلم برضو في حاجات كتيره جدا تخص النادي الاهلي. خلينا نروح بقى لبعض الاخبار الافريقيه. منتخب بنين يغادر القاهره بعد وداع كاس الامم الافريقيه. ايضا استقبال حافل لمنتخب مدغشقر بعد انجاز التاهل لربع نهائي امم افريقيا. منتخب مدغشقر لاول مره في تاريخه يصل الى كاس الامم الافريقيه، اول مره في التاريخ يصل، ووصل لغايه دور الثمانيه وخرج من منتخب عظيم زي المنتخب او اسمه كبير جدا زي المنتخب التونسي، وبالتالي استقبال شعبي كبير جدا في العاصمه عاصمه مدغشقر بعد هذا الانجاز الكبير اللي عملوه. ايضا بالنسبه للمنتخب الغاني وبعد خروجه من تونس ضغوط جماهيريه للاطاحه بكويسي ابيا من تدريب المنتخب الغاني. والله الخبر ده يضحك اللي جاي. الاثيوبي تسيمبا حكما لمباراه تونس ضد السنغال، ربنا يستر. هو بالمناسبه هو حكم كويس مش سيء يعني، ولكن عنده اخطاء اداريه كانت واضحه جدا 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 في الفتره اللي فاتت. مش هقول في مباراه ايه عشان الناس بتقعد تقول لك اصل انت بتقول كده عشان خاطر كذا وكذا يعني. فعشان كده بقول لحضراتكم حكم جيد جدا، ولكن عنده اخطاء اداريه صعبه جدا جدا. مدرب تونس بيقول نواجه السنغال بصفوف مكتمله ونتطلع لتحقيق الحلم الافريقي. هل ممكن يا جماعه كده ممكن نفكر مع بعض، وهسال برضو كباتننا اللي هيكونوا معانا في الجزء الاخير من هذه الحلقه، هل من الممكن ان نرى نهائي عربي في كاس الامم الافريقيه مصر 2019؟ ممكن ولا مش ممكن؟ هو طبعا ممكن، نظريا ممكن جدا الجزائر تكسب وتونس تكسب ويلعبوا مع بعض، ولكن هل الجزائر قادره على ان هي تهزم نيجيريا وتونس قادره على ان هي تهزم السنغال؟ اللغة العربية تثير غضب إعلام السنغال ضد مهاجم تونس. نشبت أزمة ما بين طه ياسين الخنيسي مهاجم منتخب تونس والإعلاميين السنغاليين خلال المؤتمر الصحفي. تمسك طه مهاجم منتخب تونس بالحديث في المؤتمر الصحفي باللغة العربية وهو الأمر. طب ما عايزينه يتكلم إيه؟ ما هو الراجل عربي وبيتكلم باللغة العربية. اليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال بيقول نسعى لتحقيق حلم الشعب السنغالي بالحصول على كأس الأمم الأفريقية. طبعا طموح مشروع جدا بمنتخب السنغال، منتخب قوي، منتخب عنده مدير فني قوي، ولكن لم يظهر حتى الآن بالشكل القوي قوي اللي احنا منتخب الجزائر الناس كلها بتجمع مثلا على منتخب الجزائر، ولكن منتخب السنغال لسه في يقول لك لا في أحسن من كده، في كذا في كذا. لامين جسامة بيقول اللي هو لاعب نادي السنغال بيقول الانتقادات سر تألقي ومباراة تونس صعبة. جمال بالماضي عجبني جدا، جمال بالماضي وعجبني جدا كلام جمال بالماضي وعجبني جدا اللي بيقوله والتصريحاته الصحفية الحقيقة رائعة جدا. قال لك ايه؟ قال لك بغداد بونجاح من افضل المهاجمين في العالم، في العالم مش في مصر او في انا اسف في الجزائر، من افضل المهاجمين في العالم. وبعدين ايه؟ قال لك ايه في الاخر؟ لما بيسالوه مين اللي هيكسب؟ نيجيريا ولا الجزائر؟ قال لك الافضل هو اللي هيفوز. مدرب واقعي جدا. بالماضي بيعاين ارضيه استاد القاهره، يعني طبعا من حقه ان هو يعاين كل شيء، ولكن الارضيه واضحه. محدش اتكلم على ارضيات الملاعب، محدش اتكلم على التنظيم، محدش اتكلم بشيء سلبي، يعني كل الناس مبسوطه باللي بيحصل. وبعدين هو طبعا من حقه ان هو يشوف لانه لاول مره الجزائر ستلعب على استاد القاهره ضد المنتخب السنغالي في البطوله. طبعا بالمناسبه جمال بالماضي وانا كنت اتشرف ان انا متواجد مع المنتخب في ذلك الوقت، خسر منتخبنا او منتخب الجزائر خسر من منتخب مصر 5-2 على استاد القاهره. كان الله يرحمه كابتن جوهري هو المدير الفني للمنتخب المصري في ذلك الوقت، وجمال بالماضي ما كانش المدير الفني، لا كان بيلعب بقى في الملعب في الوقت ده، وقدرنا او منتخب مصر قدر ان هو يكسب 5-2 في هذه المباراه.
مهدي عبيد واحد من افضل اللاعبين المتالقين خلال هذه الفتره مع منتخب الجزائر، بيقول سنقاتل لاسعاد جماهير الجزائر باقصاء نيجيريا. طبعا انا شخصيا اتمنى ان يصل المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي الشقيق الى المباراه النهائيه. مدرب نيجيريا بيقول جماهير مصر تعشق الكره الجميله واتمنى ان نحظى بمؤازرته. طبعا الكل دلوقتي بيلعب على الوتر العاطفي في الجماهير المصرية. طيب آخر خبر عندي النهاردة، مدافع نيجيريا بيقول كينيث أوميريو نمتلك مقومات التأهل للنهائي ضد الجزائر. طبعا كل التوفيق لكل المنتخبات، ولكن أنا أعتقد أن معظم الشعب المصري مع المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي في الوصول إلى المباريات النهائية. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصيري، النجم الكبير كابتن إبراهيم عبد الصمد، النجم الكبير كابتن أحمد بلال، بعد هذا الفاصل.